هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله. رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟ هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعد ما سمع؟ ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة. جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا. أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء. لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عم. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات. لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. عرفناه يتيماً يرعى الغنم. والمسيح كان نجاراً في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولاً لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد مثل باقي البشر. تكلموا، ماذا تقولون بالمسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط يا عمرو. والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.